صباح الخير. صباح الخير يا مصر. مطار نابولي كالعادة لقينا تيكت رخيصة جدا حوالي 9 يورو. ف بالعادة يعني بنختار المدينة على اساس ارخص سعر. فاحنا لقينا احنا عايزين نرجع هولندا لقينا ارخص. احنا نطلع لهولندا ارخص. فقررنا ان احنا نروح على مدينة اسمها كراكوف في هولندا نتفرج عليها ونشوفها بما ان تيكت اقل من 9 يورو تقريبا 9 يورو عامل. قلنا مش خسارة نشوف مدينة جديدة نتفرج عليها. فاحنا حاليا بالطريق الى كراكوف في هولندا. وده الماسك بتاع المطار هنا حالي. وده الماسك اللي لازم يكون شكله كده ما ينفعش ده 3 يورو لازم كده. فهنشوف ايه الطريق لكراكوف دلوقتي. ابقوا معنا. وشي بقى مدور من كتر اكل البيتزا مش كده؟ ايه ده في جبنة في شعرك؟ انت كنت مارجريتا؟ ابقوا معنا خدنا مارجريتا. المهم كيف هيكون الطريق؟ كيف هيكون كراكوف؟ ابقوا معنا اشتركوا القناة ويلا يلا بينا. مش قادر افتح عيني مش قادر افتح عيني يا جماعة. اصعب شيء سألتني اصعب شيء انك تسافر بس بدري قوي كده الساعة 6 لازم تصحى 3. مش قادر افتح عيني. لا ولازم تنزل من المطار فورا تلف في البلد لان كل اللي قاعدينه يومين مدينة كراكوف. تخيل مش نايم طول الليل تنزل تروح على الفندق تحط الشنط وتبدأ تلف في البلد. صعبة موضوع انك تكون رحالة مش كده؟ الحرارة فاضية يا جماعة. مين مجنون هيروح على بلد اللي حرارة فيها ناقص 6؟ وانطلقت الطيارة وبدأت رحلة كراكوف بولندا. بسم الله توكلنا على الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وطلعنا من مطار نابولي باتجاه بولندا. التيكت كلفت بس 9 يورو تخيلوا 9 يورو والرحلة بتاخد تقريبا ساعتين وربع. المفاجأة ان درجة الحرارة في نابولي كانت 18 وفي كراكوف 6 تحت الصفر. يا ترى التحول الكبير ده هيكون ازاي من زائد 18 الى ناقص 8؟ يا ترى الجو ده هيكون صدمة ولا عادي؟ انا اول مرة هنزل في مكان تحت الصفر. المهم لغاية ما نوصل حوريلكم منظر مش ممكن تشوفوه في اي مكان تاني. شروق الشمس من فوق السحاب. اللهم احفظنا. واول ما قربنا من بولندا وبعد الشمس والسماء الصافية مفيش ولا نقطة واحدة باينة من السماء وكل شيء تلج تلج تلج. يا جماعة بولندا تحت الصفر. وبولندا زي ما انتوا عارفين الدولة اللي احنا رايحين باتجاهها دلوقتي بتكون موجودة في شمال اوروبا على حدود المانيا وبيلاروسيا وليتوانيا والتشيك ريبوبليك وسلوفينيا واوكرانيا. وبولندا بتكون عضو في الاتحاد الاوروبي وعدد سكانها 40 مليون نسمة تقريبا. وبتكون الدولة رقم 6 من حيث عدد السكان في اوروبا. عاصمة بولندا هي مدينة وارسو لكن حاليا احنا باتجاه مدينة كراكوف تاني اكبر مدينة بولندا وعاصمتها القديمة. ولو لسه جديد على القناة ومش عارف ليه انا بصور كده فهحكي لك بسرعة فكرة القناة. في ناس كتير بتحب السفر لكن ما بتقدرش تسافر لمختلف الاسباب. فاذا انت كنت منهم فاهلا بيك يا صديقي. هتكون رفيقي بالرحلة وشريكي بالسفر وهصور رحلتي كاملة كأنك ماشي جنبي وتشوف العالم كله وانت قاعد مكانك. كأنك رفيقي بالرحلة كأنك شريكي بالسفر. ولما تعرف المدينة وتشوف اهم معالمها هتحس كأنك اخدت تجربة السفر كاملة كأنك هناك. والطيارة نازلة يا جماعة. المهم لو عجبتك فكرة القناة اشترك فورا عشان تتابع كل الرحلات اول باول. ووصلنا مدينة كراكوف. حمد لله على السلام. كراكوفا يا جماعة كراكوفا. الحرارة ناقص 6 يا جماعة. على فكرة انا بحب جدا بولندا دي تالت مرة ازورها. زرت اول مرة وارسو وتاني مرة مدينة جدانسك البحرية ودي تالت مرة مدينة
كراكوفا. والخطوات الأولى في مدينة كراكوفا، ولأنها تجربة مدينة جديدة وحياة جديدة، فدايما بحس كأني بتولد من جديد وأنا داخل على أي مدينة لأول مرة. الحرارة ناقص 6 بس جاهزين لها، وجبت الأيس كاب. جاهزين لك يا برد، جاهز لك يا بولندا. مستنيين الباص، مش قادر أطلع برا من البرد. ناقص 6 لو نجحت الرحلة دي بعد كده هسافر كل الأماكن اللي هي الشتوية القارصة دي، ومش هيهمني حاجة لو نجحت وانبسطت في الرحلة دي. تمام تمام، يلا بينا. الخطوات الأولى في البرد، المشي داخل الثلاجة. ناقص 6 يا جماعة، ناقص 6، وشكلي مش هعرف أمسك الموبايل بعد كده. ناقص 6 هو ده الفرق. محطة الباص قدام المطار على طول، مش هتقعد بقى تلف وتدور عليها. تكنولوجيا في شاحن، يا سلام. وتحطع من جوه الباص 4 زلطي بتاخد اليوم كله. سوري، 4 زلطي يعني تقريبا يورو، 24 دقيقة، 6 زلطي يعني يورو شوية 60 دقيقة. بس هيك يا 20 دقيقة يا 60 دقيقة، فحتى الأسعار جميلة جدا. يعني يورو يورو ونص تقعد ساعة في المواصلات. ونزلنا في الشارع الرئيسي بالمدينة القديمة، مدينة كراكوف. كل حاجة لونها رصاصي وبرد برد، وهي دي بولندا في الشتاء. صوابع ايديا ورجليا ما بقتش حاسس بيهم. وكراكوفا او كراكوف بتكون تاني اكبر المدن البولندية، وواحدة من اقدم مدنها، وبيرجع تاريخها للقرن السابع الميلادي. كانت عاصمة لبولندا لاكثر من 500 سنة قبل ما تتحول عاصمة لوارسو في القرن ال17، لما تقسمت بولندا بين المملكة الروسية والنمساوية. عدد سكان المدينة حوالي 800 ألف، وبيوصلوا لاكثر من 8 مليون نسمة مع ضواحيها. تخيلوا 8 مليون. وبتطل المدينة على نهر اسمه نهر فيتسولا، وتعد عاصمة مقاطعة بولندا الصغرى. ومدينة كراكوف مدينة سياحية بامتياز، لها سحر اسطوري بيحكيه كل اللي بيزورها، وده نابع من شوارعها وساحتها التاريخية اللي هنشوفها بعد شوية، وكنائسها ومتاحفها الجميلة اللي لو كان في وقت هنزور منهم كتير في اليومين الجايين. وطبعا فيها كتير من المطاعم والقهاوي اللي يمكن نجرب فيهم الاكل البولندي، ولان ما عندناش وقت كتير فهنبدا فورا نستكشف اهم معالم المدينة الجميلة، واللي هتشوفها انت من اي مكان كنت كأنك هناك. شيز ناكل اكل الشارع ب72 زلوتي. شكرا بقى، شكرا. الساحة اللي قصادنا دي هي أهم ساحة في المدينة، ساحة السوق الرئيسية. ساحة السوق الرئيسية أو الميدان الرئيسي اللي اسمه راينيك جلو واي، أتمنى أكون بقوله مظبوط، هو أول مكان لازم تزوره لما توصل مدينة كراكوف. بيرجع تاريخ بداية العمل في الساحة دي كسوق لسنة 1257 ميلادية، يعني تقريبا من حوالي 800 سنة بعد الغزو المغولي اللي دمر المدينة. فجت فكرة تأسيس السوق ده لجذب تجار أوروبا عشان يمارسوا عملهم وتجارتهم في المدينة، وهو كان أمر مهم جدا بعد تدمير اللي حصل على إيد المغول. فوقتها تم وضع حجر الأساس للمجمع الضخم ده للسوق اللي انتوا شايفينه، اللي تعدت مساحته 40,000 متر مربع أو 9.5 فدان. ومش بس كان أكبر سوق، ولكن بتكون الساحة دي أكبر ساحة مدينة في أوروبا في فترة العصور الوسطى. والساحة الرئيسية مربعة زي ما انتوا شايفين، وبتحتوي على أهم المعالم الأثرية الموجودة في المدينة، ففيها قلاع وقصور ومعالم تاريخية، بالإضافة إلى أنها بالقهاوي والمطاعم الموجودة فيها من أكثر الأماكن حيوية في المدينة. وأجمل ما في الساحة البرج اللي قصادنا ده. البرج ده اسمه برج البلدية أو برج كراكوف المائل، لاحظت إن هو فيه ميلان شوية. هو بيعد رمز المدينة، والبرج ده طوله تقريبا 70 متر ومايل بدرجة 55 سنتيمتر. البرج اتبنى في القرن ال13 مع قاعة البلدية، ولكن للأسف قاعة البلدية تعرضت للتدمير. فضلوا ان يتم هدم قاعة البلدية ويوسعوا السوق والساحة اللي قصادنا دي، لكن خلوا البرج ده موجود كشعار المدينة سنة 1820.
البرج كان بيستخدم كسجن وغرف تعذيب في العصور الوسطى، ولكن أجمل ما في البرج هو القمة تبعه اللي اتغير شكلها 3 مرات. فكان في الأول قمة البرج مبنية على الطراز القوطي، ولكن في سنة 1680 جاء عليها برق هدمها فجددوها على الطراز الباروكي، واللي انهار تاني سنة 1783. وآخر شيء فضلوا انهم يحطوا قمة صغيرة اللي انتوا شايفينها دي اللي فضلت موجودة لعصرنا الحالي. وفي قهوة موجودة تحت البرج ممكن تنزل تشرب قهوة فيها في نفس المكان اللي كان فيه ناس بيتسجنوا وبيتعذبوا في العصور الوسطى. وكمان ممكن توصل لأعلى البرج عشان تشوف إطلالة حلوة على ساحة البلدية وبانوراما للمدينة الجميلة. ونيجي بعد كده لتاني أجمل حاجة في الساحة دي اللي هي قاعة القماش أو مجمع كلوث هول. قاعة القماش دي كأنها مول بالمفهوم الحديث في العصور الوسطى، مول مخصص بس للملابس. تخيل لما يكون في مول زي ده في القرن ال14، قد ايه ده بيوحي لك المدينة كانت غنية في العصور الوسطى. فكانت القاعة دي محور التجارة في وقتها، والحدث اللي بيسافروا التجار من كل مكان عشان يشوفوا فخامته، وكمان عشان يلتقوا فيه التجار مع بعض عشان يعملوا صفقات ويلاقوا افضل السلع الموجودة من الشرق والغرب. السوق تخيلوا لسه شغال لحد النهاردة، وتقدر تشتري فيه منه تذكارات او حتى تجرب ملابس جديدة، فهتلاقيها موجودة كلها في قاعة الملابس كلوث هول. وتالت أجمل وأهم حاجة في الساحة الرئيسية كنيسة مريم العذراء. الكنيسة بتعد واحدة من أغرب الكنائس اللي ممكن تشوفها، لأن مدموج فيها أنماط مختلفة من الهندسة المعمارية. فالكنيسة أولا تم تشييدها سنة 1478 تقريبا من 500 سنة، ولكن واجهة الكنيسة متكونة من برجين مرتفعين غير مستويين. فبرج واحد على الطراز القوطي تم بناؤه سنة 1478 وارتفاعه 81 متر، وله تاج كده مطلي جميل جدا زي ما انت شايفين من الذهب. والبرج الثاني ارتفاعه 69 متر على طراز عصر النهضة، وتم بناؤه بعد 120 سنة من البرج الأول سنة 1592. واجهة الكنيسة فيها بلكونة أو شرفة جميلة جدا متصممة على الطراز الباروكي، واتبنت سنة 1850. يعني كل واحد اتبنى في عصر مختلف، فشكلوا مع بعض البرجين والشرفة 3 مدارس مختلفة من الهندسة المعمارية، واللي يعد شيء نادر الحدوث بالنسبة للكنائس التانية الموجودة في بولندا. ومش بس مظهر الخارجي لكاتدرائية القديسة ماري روعة، كمان التصميمات الداخلية فيها عظمة وتميز. ودينا داخلين الكنيسة نشوفها من جوه. كنيسة روعة. بتضم الكنيسة دي مذبح فيت ستروس المشهور، وهو أكبر مذبح قوطي في العالم، بيتألف من أكثر من 200 تمثال منحوت بأقصى درجات الاحترافية والحرص، ومصنوع من خشب الليمون المتعالي برقائق ذهبية. والمذبح الخشبي المزخرف ده بيعد واحد من الكنوز الوطنية لدولة بولندا، وهو حاجة لازم تشوفها أكيد في خلال زيارتك لمدينة كراكوف. صدقني آخر حاجة، آخر حاجة في التمثال ده، التمثال اللي على الشمال ده، خلينا نروح نشوفه وأحكي لك قصته. وفي وسط الساحة الرئيسية موجود النصب التذكاري لشاعر بولندا الكبير آدم ميكيفيتش. آدم ميكيفيتش بيكون أعظم شاعر رومانسي بولندي في القرن 19. في سنة 1898 وفي الذكرى المئوية لميلاده تم وضع التمثال في الساحة دي بناء على تصويت أهل المدينة. تخيلوا لو كنا في دولة عربية، هل ممكن أهل مدينة أن هم يصوتوا أن يحطوا تمثال لكاتب أو شاعر في ساحة عامة أو حتى سوق؟ والغريب ان ادم ميكوفيتش ما زارش مدينة كراكوف ابدا، ولكن في سنة 1890 وبعد 35 سنة من وفاته بمدينة باريس تم احضار رفاته للمدينة كراكوف بناء على طلب بنته ومراته اللي كانوا عايشين في المدينة، وتم دفنه بكنيسة سانت ليونارد. وقتها طرح شباب الجامعة واهل المدينة فكرة النصب التذكاري للشاعر باعتباره بقى مدفون بالمدينة. وتحت التمثال في 4 تماثيل بيمثلوا الوطن والام والعلم والشجاعة والشعر، ومكتوب على النقش تحت قاعدة التمثال إلى آدم ميكيفيتش من الأمة. أعتقد كفاية كده علشان الفيديو ما طولش أكتر وتقولوا زهقنا. أتمنى الفيديو تكون عجبكم، وإن شاء الله نكمل في الحلقة الجاية اكتشاف مدينة كراكوف ببولندا. اشتركوا بالقناة لو عجبكم الفيديو، ولايك لو عجبكم المجهود. ولسه في حاجات تانية كتير في المدينة هنكتشفها مع بعض في مغامرة تحت درجة الحرارة 0. أشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله، وسلام.